طب انت دلوقتي عملت مجموعه تجارب زرع في جميع الاشهر، يعني زرع في شهر كم وكم وكم؟ بدات من شهر 5 5 و7 و9 و10 و11 تقريبا لغايه 11 يعني او 12 يعني لغايه 12. في ناس زرعت بعد 12 برضه. لحد الوقت في ناس زرعت. المحافظات الاخرى تبتدي زراعه بعد شهر 2 ممكن في 3 او 4 برضه. السوق عندنا زي قوس، يعني قوس بتزرع غالبا في شهر بدايه 4. كميه البام الموجوده في مصر في ارمان كبيره فتبقى اغلى باميه لغاية ما البلاد الثانية تنتج. سوق حصري، سوق ضخم جدا، يعتبر أكبر سوق على مستوى الجمهورية سوق البامية في أرمنت. تحديدا يعني في حدود بتوصل ممكن في قمة الإنتاج 40 طن أو 50 طن جملة الزراعة يعني. ممكن دلوقتي إن شاء الله نروح نشاهد كذا تجربة معك كنت عاملهم في موعد الإنتاج. النبات ده مزروع في تقريبا 4/12. البامية دي يا باشمهندس مزروعة في شهر كام؟ البامية دي احنا جربنا فيها كل حاجة، ما خلناش في نفسنا حاجة. بدأنا فيها زراعة من شهر 5، يعني كبير ده من شهر 5. كبيرة دي شهر 5. في ده في مزروع في شهر 7، وفي مزروع في شهر 9، وفي مزروع في شهر 10. ده مزروع في 7؟ دي مزروعة في شهر 10. شهر 10. بداية 10 أول 10. دي يعتبر جنت كم مرة دي؟ دي بتاع 5 أو 6 مرات. 5 أو 6 مرات ماشي. وفي حاجة ورانك ودي مزروعة في شهر 5 ربنا. يعني انت محتاج دلوقتي تحول الانتاج القمة بتاعت الزرع نفسه او الحقل نفسه يعني حقك استمرارية في الشتاء، استمرارية في الشتاء في البامية في أرمنت. يعني انت عاوز تعمل عاوز اخر معاد اللي هو يقدر يعني النبات يعبر به من فترة الشتاء يعني. ويديني إلى حد ما إنتاجية إلى حد ما. أنت مستني البراعم بقى دي تنتج اللي هي تبتدي تظهر تاني، البراعم اللي هي طالعة كده من البرد؟ هي أحيانا بتجني، حاليا برضه بتجني. البراعم دي أنت طبعا محتاجها إنها تبتدي تطلع في شهر البراعم الصغيرة دي. البيض الدقيق طبعا فرم الأورق، فرم البامية، فرم المجموعة الخضراء كلها. بقي شكلها مش بالذات في النبات اللي هو عجوز. سقط اوراق، لكن في فرخ جديد برضه لسه طالع جديد يعني. هي الفروع الجديده او البراعم الجديده دي تبتدي تظهر بعد نص 2 او اول 2. اتكلم على بعد 10/2. 10/2 تظهر ويبتدي تنتج تاني مره اخرى وتحصل قمه الانتاج. دي اول 10 مجموعة. السبعة اللي هي قدام. السبعة اللي هي الناحية الثانية. شهر 7 اللي هي دي. ما بدأ. ده في شهر 7 ده. جينا برضو عدة مرات. عندنا المنطقة دي، المنطقة دي كانت منطقة طينة خالص، كانت ما بتنتجش. الأرض دي كانت فيها أملاح تقريبا أو أرض ملح. أرض ثقيلة يعني، أرض طمية ثقيلة ما بتصرفش، كانت يعني فيها فيها مشكلة في الصرف. كان الزرع فيها مش نافع. المنطقة دي كلها كانت تقريبا الجرادين دول كان فيهم مشكلة في الصرف. نص زي كده. جرادين أو جرادين ونص كان فيه مشكلة في الصرف. بيقولوا نص طن كبريتات كالسيوم اللي هو الشوال الاصفر. نص طن. نص طن. وقبل الحرات رشيتهم وحرقت عليهم. فبدات تظهر طبعا الاملاح على سطح التربه يعني. لو بصينا من الابيض اهو الكلام ده كانش موجود يعني، ظهر بعد الكلام ده. علميا بايه بيحصل ده؟ علميا بفترض ان هي مثلا كلوريد الصوديوم الملح او كربونات الصوديوم بتتحد مع كبريتات الكالسيوم، يحل الكالسيوم محل الصوديوم وتتكون كربونات كبريتات الصوديوم اللي هي المفروض بتدوب مع المية وتغسل وبكده تخلصنا من الاملاح الضرر الصوديوم اللي هو بيأثر على النباتات يعني.
السنه اللي فاتت انا جيت المنطقه دي كانت ما فيهاش زرع زرع نهائي، كانت ميته. جربنا فيها كذا مره ترى ما بينجحش، كانت ميته خالص. ايش غير لما عملنا الموضوع ده والنجح يعني معنا؟ وده يعتبر يعني يعتبر حطينا بمعدل 6 طن الفدان. 6 طن الفدان ده من كبريتات الكالسيوم اللي هي السوبر الاصفر. انا شايف في 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 ارض جنبك القمح ظاهر المشكله دي، هنبص عليها دلوقتي. عندنا برضه من المنطقه دي فيها نفس المشكله اللي هي ارض قليله الصرف، قليله الصرف، ارض شديده طينيه متماسكه صماء. بتظهر طبعا فيها يعني قال يعني بتظهر فيها الاملاح بشكل واضح، يعني الانبات ما فيش، حتى لو في انبات بيبقى في تقزم للنبات وانتاجيه طبعا ضعيفه جدا. الحته دي المنطقه دي حوالي 4 قراريط دي ما تعالجوش بال لا لا ما ما عملناش فيهم حاجه. بالمركب اللي هو الكبريتات اللي هو الكبريتات الكالسيوم، الكبريتات الكالسيوم هو الاصفر. اما المنطقه اللي هناك دي الخضراء طبعا واضح الفرق في النمو. كل المنطقه دي اللي لونها البيضة دي فيها مشكلة في الصرف، الأرض طبعا يعتبر كده ما تجيبش أي إنتاج، فتم علاجها في المنطقة في منطقة البامية زي ما المهندس قال، وسعر رخيص جدا، والشوال ب 15 جنيه يعني أو ممكن أقل من 15 جنيه. بس شوف الفرق كده على نفس الخط، المكان ده رملي والمكان التاني اللي هي الطمية المتحجرة.